إليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آيات بينات من كتاب الله تبارك وتعالى يتلوها على مسامع حضراتكم تالكم الأعلى من قرآني المعروف أنا وهو فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أدوار القارئ في إذاعة الجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمغيب للقاهرة. رضي الله له بالتوفيق ولنا ولكم وحسن الاستماع. من الشيطان Oh,
عليك يا عم الشيخ محمود. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان
أكبر. الله يكرمك. الله. عليك يا عم الشيخ محمود. الله 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 اكبر ما شاء الله.
عليك يا مولانا. الصلاة عليك يا عليك عم الشيخ محمود. بسم الله ما شاء الله. سبحان من هذا الكلام. تعالى حبيبي. تعالى تعالى.
سبحان الله. وسقط الشمس عليك. الله يفتح عليك يا مولانا. بسم الله ما شاء الله شرح الله صدرك. سبحانك يا رب. يفصل يفصل الآيات لعلكم جميل يا عم الشيخ محمود والله. اي ما شاء الله شرح الله صدرك يا اخي. الله 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 ما شاء الله يا عم الشيخ محمود. صلى على النبي يا عم الشيخ محمود طول الليل كده. ماذا يا رب؟ إن في ذلك لآية.
على الفن يا عم. يا ابني يا جمال وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أنذار وزفر ونخيل. الله يفتح عليك. الله يا عم سبحان العاطل الوهاب. نعم الله يفتح عليك يا مولانا. وفي الأرض قطعهم إذا قلت تراه
سبحان الله رب العالمين. أولئك الذين كفروا يا رب. الله يفتح عليك يا مولانا حضرة النبي صلى الله عليه عليه الصلاة والسلام. كمان الله مولانا الله كمان الله 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 عليه الصلاة والسلام. ولكل قوم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. ولكل قوم مع الصلاة والسلام. كمان الحنين الجميل ده الله يا سبحان عذاب الغيوم سبحان الله الله يا سبحانك يا رب جل شأنه الله يعلم ما تحمل كل حالك يا رب وكل عالي. شيء عندهم ومفروض حقا الله يعلم
بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله يا يعني. الله يكرمك يا مولانا. الله يا استاذ اشرح الله صدرك يا مولانا. صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. ولكل قوم عليك يا شيخ. عليك. الله يفتح عليك يا مولانا. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. شرح الله صدره. سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. عالم الغيب والشهادة الكبير. فتح الله لك يا مولانا، فتح الله لك يا عم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكسروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله تعالى القلب القاسي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. آيات بينات من كتاب الله تبارك وتعالى تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور القارئ بأحد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالقاهرة. أما الإذاعة المحلية والأضواء الكهربائية إضارب أولاد عبدو سير بمدينة فردس وبداخل قصر الضيافة
يضارب الحاج راغب صالح بن فردس وبنية النصر الخيمة الممتازة إدارة المهندس إبراهيم الحربي في بن عبيد. أيها السادة، شكر الله سعيكم جميعا. Thank you.